قاعة العرش بالقصر الملكي العامر بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة. السيد عبد الله باها وزير الدولة. الله يبارك عمر سيدي. السيد عبد الله باها وزير الدولة. السيد محمد حصاد وزير الداخلية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد محمد حصاد وزير الداخلية. السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون. السيد مصطفى الراميد وزير العدل. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. الله يصحح كل دعني قالك سيدي. السيد مصطفى الراميد وزير العدل. السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. الله يصحح كل دعني قالك سيدي. السيد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة. الله يبارك عمر سيدي. السيد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة. الله يصحح كل دعني قالك سيدي. السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. الله يصحح كل دعني قالك سيدي. السيد محمد العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد محمد العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. السيد محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنة وسياسة المدينة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنة وسياسة المدينة. السيد عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. الله يصحح كل دعني قالك سيدي. السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. الله يعاون قالك سيدي. السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. الله يصحح كل دعني قالك سيدي. السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة. السيد الحسين الوردي وزير الصحة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي.
السيد الحسين الوردي وزير الصحة. السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. السيد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. السيد عبد القادر عمار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. السيد حسن حداد وزير السياحة. السيد حسن الحداد وزير السياحة. السيدة بسمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيدة بسمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. السيد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة. السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. السيد حبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيد الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. السيد عبد السلام صديقي وزير التشغيل وشؤون الاجتماعية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيد عبد السلام صديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. السيد شرقي الدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قد تعذر عليه الحضور لترأسه الوفد الرسمي لأداء مناسك الحج. السيدة مباركة بعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. الله يبارك عمر سيدي. السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. السيد محمد الوافا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكمة. السيد محمد الوافا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكمة. السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. الله يعاون قلبك سيدي. السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. السيد عبد العظيم قروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. السيد عبد العظيم قروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. السيدة سمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلح كرة قلبك سيدي. السيدة سمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي.
السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل. السيد إدريس الأزامي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. السيد إدريس الأزامي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. السيدة حاكمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. السيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. السيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. السيد مامون بهدود السيد مامون بهدود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم. وبهذه المناسبة أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. الله يبارك عمر سيدي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه. وفي ختام هذه المراسيم التي شهدتها قاعة العرش بالقصر الملكي العامر بالرباط أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صورة تذكارية مع أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة.